هنا بالمصلحة التعاضدية بالبيضاء، موظفي الإدارات العمومية كافة وأطر وزارة التربية الوطنية من بينها أساتذة ينتظرون تحت حرارة الشمس وازدحام غير مألوف للإدلاء بملف العلاجات لدراستها واستجابتها من أجل تعويض مادي. بالفعل هي حالة خاصة نظرا للظروف التي تعرفها المملكة بعد تفشي فيروس كورونا، حيث كانت الإجراءات في الحياة العادية تمر بشكل طبيعي ناهيك عن العمل المتواصل والدؤوب الذي يبذله مستخدمي المصلحة. خلال الأيام الماضية كان إرسال الملفات يتم عبر البريد، لكن بعد رفع الحجر الصحي تراكمت طلبات المواطنين. هو مشهد غير مقبول خاصة في عز زمن كورونا، خارق للمعايير التي اتخذتها السلطات لتصدي تفشي هذا الوباء. من واجب التعاضدية الاهتمام بالموظفين المنخرطين، وذلك لتسهيل الخدمات لا بتعقيدها وبتعجيل دراسة الملفات وتسويتها في أجل قريب.